والتركيز على الجزائر. الجزائر وموريتانيا شاركا في المفاوضات وشاركا في كدولتان مراقبتان وشاركا في كل المفاوضات التي أجريت من قبل، وهذا لم يأتي بجديد، لكن المغرب يحاول الهروب إلى الأمام ويحاول إرغام الجزائر في هذا المشكل. والطرفين المعترف بهم دوليا كطرفي النزاع هم جبهة البوليزاريو والمملكة المغربية كقوة محتلة للصحراء الغربية. فإرغام الجزائر لم يأتي بجديد، لأنه المغرب لديها اليوم عقدة من الجزائر. الجزائر حررت أرضها بالشهداء، والجزائر وقفت وقوف الكرام مع القضايا العادلة مثل القضية الفلسطينية وقضية الشعب الصحراوي وقضية جنوب إفريقيا، ونيلسون مانديلا وكل أحرار العالم يعترفون للجزائر على أنها بلد الشهداء. يا أخي إذا كانت عندكم عقدة أنكم ما زلتم مستعمرين ولا زلتم يعني تركعون للملوك، هذه مشكلتكم. حروا رؤوسكم، عدلوا ثورة، عدلوا لعدة الجزائر. اتهام الجزائر ليس جديدا، لأنه المغرب يحاول الهروب إلى الإمام للاستمرار في احتلاله للصحراء الغربية. فيما يتعلق بالمفاوضات، المفاوضات كما قلت شاركت فيها الجزائر وشاركت فيها موريتانيا، لكن المغرب اليوم ينتهج سياسة خطيرة ليس فقط على الصحراويين بل على كل دول المنطقة. فلقد رأينا تصريحات من طرف سلطات مغربية، ولقد رأينا كيف روجت وسائل الإعلام وباقي النظام المغربي عبر وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامه الخاصة بتلوين خرائط ومطالبة أيضا بأراضي جزائرية، وهذا يعتبر يعني يعتبر مهاجم مباشر من طرف المغرب على الأراضي الجزائرية. فبقي من الواضح اليوم على أنه المغرب ينتهج سياسة بعيدة كل البعد عن الواقع، وهي ما عرفت بسياسة شخبط شخابيط لخبط لخبيط مسك الألوان ورسم على الخريط، يعني يرسم خرائط ويدافع عن هذه الخرائط ويشتم. لو سمحتما سأعطيكم بعد قليل دكتور عبد الفتاح. نعم فقط في جملة. نعم بجملة. المغرب يشمل في هذه الخرائط التي يرسمها يشمل الجزائر ويشمل الصحراء الغربية ويشمل أراضي ليس تابعة للمغرب ويحاول الدفاع عنها. وصلت الفكرة طالب. بدون منطق. أين حصل هذا؟ وصلت الفكرة.